الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لجميع خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء رزقها على الله. ولو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. قيل لبعض الصالحين: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، فقال: والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. والحسن البصري قال له صاحبه: ماذا سنأكل غدا؟ فقال له الحسن: وهل طالبنا الله بعمل غد حتى نطالبه برزق غد؟ فكن على يقين يا عبد الله أننا لن نموت حتى نستوفي الأرزاق، فما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، فويحك كله بعز الحلال ولا تأكله بذل الحرام، فما كان لك من رزق مقسوم سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك. وليس الغنى سببه الذكاء، كما أن الفقر ليس سببه الغباء. فلا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فرزقك يا عبد الله سوف يأتيك، لكن لا تستعجل، لا تسرق، لا تأخذ رشوة، لا تحارب الناس في أرزاقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق وموزعها بحكمته البالغة، شيئان نحمد الله سبحانه وتعالى أنهما بيده لا بيد غيره: الآجال والأرزاق. لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لافترينا وتجبرنا.